أشقائنا في مصر نحاول كيفاش ننقذ الموقف مع المبادرة نتاع أخي فخامة الرئيس السيسي لهدنة تسمح لإدخال كل ما يحتاجوه الغزاويين إلى غزة في انتظار حل نهائي. إلى والحل النهائي ما يكون إلا بالطبع يعني بتسيير الفلسطينيين لأراضيهم بإشراف ربما دول صديقة وشقيقة مثل مصر وإلا، ولكن إدخال عنصر جديد على غزة لتسيير غزة ما بعد شيء اللي صاير اليوم. احنا شخصيا احنا كدولة جزائرية واعتقد ان تكلمنا مع اخي نفس الشيء اللي تشوفه مصر كذلك، ان فلسطين يسيروها الفلسطينيين بمساعدة اخيهم الكبير مصر، مساعدة الجزائر كذلك عن قريب ان شاء الله. الجزائر تعمل كل ما في وسعها في مجلس الامن ل محاولة الوصول إلى حل أو بالأقل إلى توقيف الإبادة صريحة في الله. فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير. الحل الجذري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله.